ظن أنهم ارتكبوا خطأً فادحاً لا يمكن تغاضي النظر عنه، ففتح نقاله الشخصي وقرر أن يسخر من عملهم متهكماً على طريقته الخاصة. شاب عراقي، وخلال دخوله إلى أحدى المجمعات السكنية الاستثمارية اضطرته الحاجة للدخول إلى الحمامات والمغاسل، مغاسل المجمع، وفور وصوله إليها وإذا به يتفاجأ ويصدم من طريقة التصميم وتأسيس الصحيات، المقاعد تحديدا، والتي ظهرت مشتركة مكشوفة على التوالي واحدة تلو الأخرى، وبدت وكأنها مقاعد حافلة، حافلة نقل عام أو خاص كما تشاهدون، وكما وصفه الأخ الذي صور مقطع الفيديو. يبدو أن الشاب الذي علق على مقطع الفيديو المصور نسي أو تناسى احتمالية أن يكون هذا المشروع غير مكتمل، لذا يفترض أن توجد قواطع ما بين المقاعد، وهذا ما لم يكن موجودا، وهذا فتح باب الانتقاد من خلال مقطع الفيديو كما سنشاهد. يعني انا طبيت للنرجس زين، تفاجأت بشغله. تعال خلي الله يكرم، هسه هي بسيطه الحمام. انا شنو كوستر قلنا مثقفين، قلنا بناء حلو، قلنا مجمعات سكنية تنجح عندنا، بس مجمعات سيمفونية لا، هيجي خسارة. هاي طبيت النرجس زين، تفاجأت بشغلة. تعال خلي الله يكرم، هسه هي بسيطة الحمام. ادري شنو كوستر قلنا مثقفين، قلنا بناء حلو، قلنا مجمعات سكنية تنجح عندنا، بس مجمعات سيمفونية لا، هيجي خسارة. هاي كارثة. الشاب أفرط بالضحك كثيرا ولم يعد يتمالك نفسه بعد مشاهدته 8 حمامات، 8 مقاعد تحت سقف واحد بلا قواطع، وهذا ما يؤكد أن الأمر كارثي وغير منطقي وغير مبرر إذا بقيت على حالها هكذا. وهذا ما أفرز رد فعل لدى هذا الشاب الذي تهكم من المشروع ومن الصحيات والمهندس والمنفذ دون أن يضع مبررا لهم إطلاقا، كأن تكون القواطع أو الأبواب غير جاهزة، وحمامات قيد الإنشاء أو قيد الاكتمال لم تكتمل بعد. عموما، مقطع الفيديو المنتشر لقى تفاعلا كبيرا. طبعا مقطع الفيديو هذا من إحدى المجمعات السكنية حديثة الإنشاء بإحدى المحافظات العراقية، ومقطع الفيديو أفرز ردود أفعال كثيرة، وسنقرأ لكم جاء من تعليقات وردود أفعال. نبدأ بالتعليق الأول عندما يظهر على الشاشة. التعليق الأول من عراقي وافتخر، ماكو أحلى من الله، ماكو أحلى من اللمة الحلوة، بس مو هيك اللمة والسوالف الحلوة تخبل. تعليق آخر من عادل، باص كيل وقطار، حتى بالدول الغربية المغاسل شخصية للفرد الواحد، فشلون تتخيل العراقي يصير هيك لهاي المرحلة من التطور بل والفضيحة؟ بس الظاهر العمل لم ينتهي. سوسن تقول في تعليقها كوستر مو حمامات، ثم تضحك سفردحي، هذا مهندس ما يريد يبذر، الحمد لله على نعمة العقل. أيضا هناك تعليق من عبد الله يقول يابا ترى هو مو غبي، إذا نريد نضحك نضحك على تعليقك أنت، لأن ما تعرف بأنه هاي راح تتقطع بعدين PVC وما يراد لها روحة للقاضي. تعليق آخر من نور حسوني، هذا شريف المهندس وكفو من سوى لم شمل على طريقته الخاصة، حتى اللي يدخل للتواليت ما يضوج ويظل يسولف ويا صاحبه، فكرته ولا أروع.